بالانتقال إلى ملف جديد، يبدو أن الأنباء حول نشر كوريا الشمالية جنود تابعة لها في روسيا صحيحة، خصوصا بعد أن رفضت كوريا الشمالية تأكيد أو نفي الخبر، إذ قال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي المسؤول عن الشؤون الروسية: إذا كانت تتحدث عنه وسائل الإعلام الدولية صحيحا فأعتقد أنه سيكون متوافقا مع أحكام القانون الدولي. فهل هناك سيناريو تصعيدي جديد بين روسيا والغرب تكون فيه بيونغ يانغ شريك لموسكو أو شريك قتالي ربما مع موسكو؟ استمر معنا في الاستوديو الأستاذ أسعد بشارة، أهلا بك مجددا. أهلا بك. وينضم إلينا من موسكو دكتور أندري زيليتين، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. دكتور أندري، تحت العين التعاون الكوري الشمالي الروسي فيما يختص بتجنيد أو باستقدام جنود كوريين شماليين إلى روسيا، وفهم غربيا بأنه لدعمها في حربها ضد أوكرانيا، هل ترى هذه زوبعة في فنجان أو ضجة حقيقية؟ في الحقيقة لا أعتقد أن هذه التطورات لها علاقة بالوضع الحربي. في الصيف كوريا الشمالية وروسيا وقع اتفاقية الدعم المتبادل، وتقنيا حسب هذه الاتفاقية المفروض الطرف سوف يدعم الطرف الآخر في حالة الهجوم عليها. كانت الأفكار المنتشرة من بين العلماء والمحققين أن هناك كانت في إمكانية أن الطرفان سوف يستخدمان هذه الاتفاقية في حالة التوهب في داخل روسيا، وذلك حصل في كورسك. ولكن أخذ بعين الاعتبار أن روسيا تتقدم ببطء ولكن تتقدم يعني في الجبهة الأساسية، لا أعتقد أنه دخول 1000 أو أكثر من 1000 مقاتل كوري إلى الجبهة سوف يغير الوضع. يتحدثون عن 3000، المعلومات تتحدث عن 3000. كما أعرف يعني لم يصل بعد هذه الألاف الثلاثة، ولكن نعم يعني هناك في أخبار أنه سوف يكون هناك 3000. في وجهة نظري هذه العملية يعني عبارة مثل المؤتمر الأخير في لبريكس في كازان. هذه العملية هي الدلالة أو وسيلة موسكو ل نشر الدلالة أن موسكو لها حلفاء كافيين في العالم الذين يدعموها في التطورات أو في الإجراءات التي تقوم بها، ولكن ليست الشيء العسكري. هناك في صفة أخرى، أنا سامع الآراء أن الصين لها يعني نظر مزدوج يعني هذه التطورات، لأن الصين كانت عبارة عن الحامي الرئيسي لكوريا الشمالية حتى الفترة الأخيرة، والآن كما يقولوا روسيا يحاول أن يبدل الصين في هذا المكان، للغاية عندما أخيرا عندما سي جين بين هيئ الشعب الكوري ب 70 سنة أو كم سنة، هو لا سماها الشعب الصديق كما كان مثلا قال ذلك العام الماضي. أظن التطورات هذه سوف تثير ليست الجبهة الأوكرانية، ولكن هي تثير التطورات في الشرق الأقصى. نعم، ولكن يعني استمعنا إلى كوريا الجنوبية، قالت بأن هذا الأمر أقلقها وبأنها إذا سمت هؤلاء الجنود مرتزقة،
وبأن هذا الأمر إذا كان صحيحا فيمكنها البحث في إرسال جنود كوريين جنوبيين إلى أوكرانيا لدعمها. يعني الغرب يحاول القفز عن الاتفاقية العسكرية بين موسكو وبين بيونغ يانغ، وأيضا القفز عن أي تعاون محتمل يعني البصم بأن هذا سيأتي باتجاه أوكرانيا. كيف تنظر إلى المشهد الآن؟ حرب بين الكوريتين على الأراضي بعيدة؟ الصحيح أنه كوريا الجنوبية في بداية الأخبار عبرت عن قلقة عن ذلك، ولكن أمس أو الأمس أنا سامع من الكوريا من سيول أنه سيول لا يتجه اهتماما كبيرا لهذه التطورات، وخاصة بعدما بوتين قال حسب تصريحه الصحفي، قال أنه بين الطرفان بين الدولتين هناك في اتفاقية، والدولتين هي ذات سيادة وسوف تنفذ هذه الاتفاقية كما شاء. علاوة على ذلك هناك كان التصريح ممتع جدا من كيم شنين، وهو قال أن كوريا الشمالية لا تنفي بعد عن تجتمع أو توحد مع الكوريا الجنوبية، والكوريا الجنوبية هي دولة أخرى وشعب آخر ونحن لا نواجه اهتمامنا إليهم. هذه التطورات غير واضحة لي بعد، ولكن أظن سوف تتضح في خلال فترة قصيرة. على كل إنسان نبقى لنراقب كيف سيتحول المشهد. أشكرك جزيلا، كنت معي من موسكو ضيفي دكتور أندري زيلتين الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. ولختام هذه الفترة من التغطية المفتوحة ضمن المواجهة المفتوحة حقيقة ولا سيما على الجبهة اللبنانية، هناك بما تبقى لدي من وقت ثلاث نقاط رئيسية. هل تتفق مع من يقول بأن حزب الله فعلا انكشف عندما شارك بالحرب الروسية وتحول من حزب أمني في سوريا، طبعا من حزب أمني إلى حزب عسكري مكشوف معروف، وبالتالي أخطأ بهذه الخطوة؟ هذا أحد الأسباب الانكشاف. أما الأسباب الأخرى فهي تقريبا صارت يمكن أن تجمع مجموعة من الأسباب، منها أنه في العام 2006 بدأت إسرائيل تستعد بطريقة مختلفة تماما عن السابق، يعني الخرق الاستخباري، التطور، الفجوة الهائلة في موضوع التكنولوجيا العسكرية وحرب الجيل الخامس، حروب الجيل الخامس. حزب الله لا يزال يحفر خنادق يعني، ولديه من أدوات الحرب الممكن أن تحدث توازن، الصواريخ المضادة للدروع وصواريخ الكاتيوشا والحروب التقليدية مختلفة تماما. ما رأيناه مذهل، أذهل حزب الله نفسه، أنه منذ بداية 8 تشرين مرورا بكل الاغتيالات، القيادات الوسيطة حتى البيجر، حتى الاغتيالات القادة الكبار، ومعرفة أين هم بالضبط، معرفة اللحظة. هذه كانت كبيرة. تبقى لدي ثواني، رئيس الجمهورية هل سنراه قريبا في قصر بعبدة في لبنان؟ تقدمنا به بري لرئيس مبادرة رئيس توافقي، ثم أجبرته إيران على التراجع. لن نرى رئيسا الآن في لبنان إلا بعد وقف إطلاق النار، على أمل أن حزب الله يأمل بإعادة تنصيب رئيس موالي له. نعم، بنفس الطريقة. شكرا جزيلا الأستاذ أسعد بشارة الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في هذه التغطية. والشكر موصول لكم مشاهدينا، نفس الزمان والمكان، إلى الملتقى.